للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، الصفحة 52، أدعم تعلمتي. الصفحة 52، أدعم تعلمتي. التمرين الأول، أربطوا رسم كل حيوان بما يناسبه من الرسوم: أليف، باء، جيم، دال. إذن كل حيوان أربطه بما يناسبه من هذه الحروف. عندنا هنا في الرسم السمكة، الهيكل العظمي الذي يناسب هذا الرسم هو جيم، إذن أربطه بجيم. عندنا هنا الحمامة، الهيكل العظمي المناسب هو ألف. الضفدع، الهيكل العظمي الذي يناسبها هو دال، الرسم دال. هذا الرسم أربعة، هذا ليس ما كاينش هيكل العظمي يناسبه. القط، الهيكل العظمي الذي يناسبه هو باء. إذن اكتب في كل بطاقة اسم المجموعة الحيوانية التي ينتمي إليها. السمكة، هذه مجموعة الأسماك. الحمامة، مجموعة الطيور. الضفدع، مجموعة البرمائيات، أي البرمائيات التي تعيش في البر وتعيش في الماء. هذه حيوان لا فقري، أي ليس له عمود فقري. السمكة، القط عفوا، هو مجموعة الثدييات. إذا أكتب رقم اسم الحيوان الداخل رقم أربعة وعلل جوابي، لأنه حيوان لا فقري، لا ينتمي لأي مجموعة من المجموعات، لأي مجموعة من الحيوانات الفقرية. عندنا هنا كل هذه الحيوانات هي حيوانات فقرية، أي لها عمود فقري، باستثناء رقم أربعة. تمرين ثاني، جوكوش. إذن تمرين ثاني، جوكوش. La réponse qui convient à chaque organe. Je coche بمعنى أضع علامة في الجواب المناسب لكل عضو. A chaque organe. الأورغان هو العضو. عندي pompage du sang. بمعنى pompage أي ضخ الدم. ما هو العضو الذي يقوم بهذه العملية؟ muscle، العضلة، لا، l'estomac. الاستومة هي المعدة، لا. لدن، الأسنان، لا. لبومون، الرئتين، لا. الكور، والقلب، نعم. La respiration de l'air، تنفس الهواء. العضو الذي يقوم بهذه المهمة هو لبومون، إذن الرئتين. Le déplacement de l'animal. تنقل الحيوان. العضو الذي يقوم بهذه العملية هو المسكل، أي الأعضاء. Mastication des aliments. هضم الأغذية. العضو الذي يقوم بهذه العملية هم الأسنان، les dents. Digestion des aliments et طحن الأغذية، الذي يقوم بعملية طحن هذه الأغذية هي المعدة، l'estomac. تمرين ثالث، ألون
رسم كل نوع من الأسنان بلون خاص في الجمجمتين ألف وباء. هذه هي الجمجمتين، عندنا الجمجمة ألف والجمجمة باء. إذا في كل جمجمة ألون كل نوع من الأسنان بلون خاص. عندي في الجمجمة ألف غنلون هاد الأسنان، الأضراس والقواطع. الجمجمة باء أيضا كنلون ليها الأسنان أيضا. ثم كنجاوب على الأسئلة الباقية. يوجد في الجمجمة ألف نوع من الأسنان وهما القواطع، القواطع والأضراس فقط في الجمجمة ألف. إنها جمجمة حيوان عاشب، عاشب لأن هذا عنده عاشب، عنده هنايا قضيب عظمي. إذن يوجد في الجمجمة باء ثلاثة أنواع من الأسنان، وهي القواطع والأنياب والأضراس. إذن الحيوان العاشب ليس له أنياب، ما عندوش أنياب. اللاحم له أنياب. إنها جمجمة حيوان لاحم. التمرين الرابع. Ce tableau décrit l'opération de filtration de trois mélanges. Ce tableau décrit l'opération يصف عملية l'opération de filtration عملية ترشيح de trois mélanges لثلاث خلايط. Je complète les cases. أملأ الجدول par eau salée، ماء مالح، rien، لا شيء، eau، ماء، sable، تراب، eau sucrée، ماء محلى، eau sucrée، ماء حلو. لي ميلونج عندي في الجدول لي ميلونج هما الخلائط. لو فيلترا الرشاحة، سو كي غوتوني باغ لو بابي فيلتري. إذن ما بقي وما يحصل في ورق الترشيح. إذن لو ميلونج عندي الخليط هو أو بلوس سابل، ماء زائد تراب. لو فيلترا ملي إذن لو فيلترا الرشاحة ملي كنحصل على أو الماء. سو كي غوتوني داكشي اللي كيبقى في ورق الترشيح صابل. لو صابل هو تراب، هو اللي يبقى. الخليط لو ميلونج او بلوس سيل، ماء زائد ملح. لو فيلترا اذا الترشيح ديالو غادي يكون ماء مالح او سالي، ماء مالح. لو فيلتر سو كي غوتوني بار لو بابي فيلتري، ماذا يبقى في ورق الترشيح؟ لا شيء، rien. الخليط او بلوس سكر، ماء زائد سكر. لو فيلترا غادي يكون او سكري، ماء حلو. سو كي غوتوني باغ لو بابي فيلتري، ماذا يبقى؟ لا شيء، rien. ونأتي إلى نهاية هذا الدرس. شكرا على متابعتكم.
revoir, Philippe.